أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تم التوصل إلى اتفاق بين النظام السوري وتنظيم داعش يقضي بخروج أفراد التنظيم من محافظة حماة وسط سوريا بحسب ما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وينص الاتفاق على خروج المئات من أفراد التنظيم مع أسرهم من القرى المتبقية تحت سيطرته في ريف حماة الشرقية. قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريحات له لوسائل إعلام إن بعضا من أفراد تنظيم داعش اختاروا الانتحار على تسليم أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، مؤكدا أن قوات سوريا الديمقراطية باتت تسيطر على معظم مدينة الرقة وأن تنظيم داعش قد انتهى هناك. قتلت المعارضة والكاتبة السورية عروبة بركات وابنتها الإعلامية حلا بركات في مدينة اسطنبول التركية، وقد عثرت الشرطة التركية على جثة عروبة وابنتها في شقتهما بمنطقة أوسكودار في اسطنبول الآسيوية، ولم يصدر أي تصريح رسمي عن الشرطة التركية التي تحيط بالمنطقة حتى اللحظة، وما تزال تفاصيل الحادثة غامضة. حررت القوات الأمنية العراقية منطقة وادي الكصير شرق ضاء عانا غربي محافظة الأنبار بالكامل من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن أعدادا من إرهابي داعش المتواجدين في المنطقة فروا باتجاه قضاء القائم وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عراقية. طالبت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد بإرسال بعثة أممية إلى بورما وإقامة مناطق أمنة في هذا البلد تشرف عليها المنظمة الدولية بغية تمكين أبناء أقلية روهينجا المسلمة من العودة إليها، كما ونددت حسينة بزرع حكومة ميانمار لألغام أرضية على طول الحدود بين بورما وبنغلاديش لمنع عودة روهينجا الذين فروا إلى بنغلاديش المجاورة. هجم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متواعدا بأنه سيجعله يدفع غاليا ثمن التهديدات التي أطلقها من منبر الأمم المتحدة بتدمير كوريا الشمالية. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي إن بلاده ستدمر كوريا الشمالية إذا اضطرت للدفاع عن نفسها وعن حلفائها من خطر كوريا الشمالية النووية.